انا عندي فقره مهمه جدا جدا بتكون مع بدايه كل حلقه، وهي فقره اسمها ترند الترند. يعني من الاخر حاجه حصري هنقولها لحضراتكم، ودي ان شاء الله هتكون مستمره معانا خلال الفتره اللي جايه. ترند الترند النهارده هو ايه؟ بيتعلق باللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. من الاخر يا جماعه اللجنه دي مش مكمله معانا الفتره اللي جايه، خلاص انسى. ازاي؟ هيجي خطاب النهارده او بكره بالكتير قبل العيد، يعني من الاخر خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم، هيقول للناس ايه؟ الناس بتوع اللجنه الخماسيه اللي موجودين دلوقتي، اللي جابهم اصلا الفيفا واللي ساهم في وجودهم شخص معين طبعا، وهو يعني قيمه كبيره جدا المهندس هاني ابو ريده طبعا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق. هيقولوا له ايه؟ هيقولوا لهم ايه يا جماعه؟ انتوا دلوقتي قدامكم 3-4 شهور عشان تعملوا انتخابات. طب ازاي؟ لا هذا هو كده، هتعمل انتخابات لمده سنه. تمام؟ اشتغلوا على الموضوع ده، انتوا جايين لاهداف معينه. هدف من ضمن الاهداف دلوقتي، اخر ميشن بالنسبه لكم، اخر مهمه بالنسبه لكم، هي ان انتوا تشرفوا على الانتخابات بقى خلاص. خلال 3-4 شهور بالكتير يكون في انتخابات لاتحاد الكوره بمجلس جديد يستمر لمده سنه. تاخد بقى المفاجاه اللي جايه دي، المفاجاه اللي انا هقولها لك، ان المهندس هاني ابو ريده اللي يعني عنده نيه واضحه جدا جدا في الترشح لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، مش معترض اطلاقا ان هو ينزل انتخابات لمده سنه، يعني ان هو يرأس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم لمده سنه، ما عندوش اي اعتراض خالص. هل اشخاص تانية بقى حابين ينزلوا انتخابات او حاجه عندهم اعتراض في الجزئيه دي ولا لا؟ لسه ما نعرفش. لكن انا بتكلم مع حضراتكم بخصوص احد المرشحين المحتملين لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، وهو المهندس هاني ابو ريده. وفي الحقيقه هو شخصيه مميزه جدا، يعني حد ليه باع كبير جدا في الرياضه المصريه في كره القدم تحديدا، سواء في الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي لكره القدم. ده اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. لكن المفاجاه الثانيه اللي عايز اقولها لكم برضو، لان دي برضو مهمه، انتوا دلوقتي لما بتيجي حد ايه بيستضيف مسؤول في اللجنه الخماسيه في اي برنامج في التلفزيون، بيقعد انا ما عنديش نيه خالص ان انا انزل انتخابات، انا مش عايز ابقى موجود يا جماعه، انا عايز الفتره دي تخلص على طول. يا جماعه الكلام ده غير حقيقي. الناس اللي موجوده، وما فيش مشكله في كده على فكره، مش عيب خالص، الناس الموجوده نفسهم ان هم يكونوا موجودين. طبعا انتوا عارفين ان الكرسي بتاع اتحاد الكوره جميل، كرسي مريح، التكييف بقى وبتاع، وتقدر تاخد قرارات معينه والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي. فبالتالي هم بيدوروا دلوقتي على طريق شرعي يخليهم ينزلوا الانتخابات اللي جايه، او ان هم يستمروا خلال الفتره اللي جايه. هينجحوا في الحته دي ولا لا؟ انا ما اعتقدش، صعبه صعبه شويه يعني، لان خلاص لازم هيكون في مجلس جديد للاتحاد المصري لكره القدم، وده بناء على ايه؟ بناء على قرار الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم، وهيبعت الخطاب النهارده او بكره بالكتير بالكتير قوي. واحنا لو كنا عندنا حلقه بكره كنت عرضت لكم كمان الخطاب، لكن للاسف احنا ما عندناش حلقه بكره. فبالتالي ده اللي هيحصل، وكمان بالتحديد اللي هيحصل من اللجنه الخماسيه، ان في بعض الاعضاء المتواجدين، مش عايز اقول الكل برضه عشان ابقى منصف يعني، بعضهم هيكون عنده النيه للترشح خلال الفتره اللي جايه والتواجد، وبيدور على جزء شرعي او جانب شرعي في اللوائح والقوانين تسمح له ان هو يكون متواجد في الانتخابات المقبله للاتحاد المصري لكره القدم. ده كان خبر حصري وخبر مهم جدا، ودي فقره ترند الترند النهارده.